السلاح المنفلت هاجس أخذ يؤرق المواطنين في عموم العراق والنجف خاصة، لما له من تهديد كبير على السلم والأمن المجتمعيين، فضلا عن تأثيره على الجانب الاقتصادي والاستثماري، وهو ما أكد عليه الحاضرون هنا في جلسة التداول هذه حول الاستراتيجية الوطنية للحد من السلاح المنفلت. بدأنا نستشعر خطورة الاستخدام السيء للسلاح ومخالفة قانون منع وحيازة الأسلحة، ولا سيما تلك المعطيات التي قد تدفع المواطن إلى يعني اعتناقه للسلاح، وهذا بصراحة مؤشر على عجز الدولة وعلى يعني اتكاء المواطن على حلول أخرى في سبيل تحقيق الأمن والأمان في المدينة. الندوة التحضيرية النقاشية عن السلاح المنفلت أو السلاح الغير مرخص، ونعرف أنه موضوع السلاح المنفلت وغير المرخص موضوع جدا شائك ومعقد، ويحتاج لجهود من المؤسسات الأمنية والمؤسسات الساندة حتى نتخلص من عبء هذا السلاح اللي جاي يؤرق المجتمع ويهدد السلم المجتمعي بشكل عام. أمنيون وشيوخ عشائر أكدوا على أن النجف واحدة من المحافظات التي ينتشر في مجتمعها السلاح، عازين سبب ذلك لضعف تطبيق القانون. المناطق العشوائية والمناطق البعيدة عن مركز المدينة تنتشر بها الأسلحة، وهذه الأسلحة في الموروث العشائري في المناطق النائية البعيدة عن مركز المدينة، والمناطق العشوائية نعم فيها أسلحة، والمحافظة والوزارة الداخلية جادة بمتابعة هذه الظاهرة من التفتيش للمناطق المشتبه بها وجود أسلحة خارج نطاق الدولة. الضعف اللي موجود تنفيذ القانون أنطى مساحة واسعة للمرد نقول العشائر، للناس اللي هم حقيقة ما يلتزمون لا بالعشائر ولا يلتزمون بالقوانين. يعني كعشائر بشكل عام لهم دور مهم ودور فعال في حفظ النظام وفي حفظ العراق بشكل عام، لكنه توجد بعض الأحيان عصبية قبلية تؤدي إلى مشكلة كبيرة في البلد. يوما بعد آخر تزداد ظاهرة انتشار السلاح المنفلت في العراق، حتى بات يشكل معضلة يصعب حلها بالنسبة للحكومة المركزية التي تبنت منذ أكثر من عامين سياسة حصر السلاح بيد الدولة، إلا أنه ما زال يهدد أمن البلاد على جميع المستويات. من النجف محمد الغالبي، وان نيوز.